اهلا بيكم من جديد. بدايه قصصنا الاخباريه بحدث بنتابعه وبنتابع تطوراته مع كل لقاء وجلسه لمجلس امناء الحوار الوطني. من شويه صدر بيان بعد اللقاء اللي تم النهارده لمجلس الامناء اللي عقد فيه ثالث جلساته بمقر الاكاديميه الوطنيه للتدريب. مجلس الامناء في البدايه كان عنده تعليق وتثمين لقرارات السيد الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم اللي صدر اسمائهم بالامس، وتطلع لعدد آخر والمزيد والمزيد من قرارات العفو اللي بدأت تصدر تباعاً بعد إنشاء لجنة العفو الرئاسي. البيان كمان تضمن إعلان عن وجود مجلس تم إنشاؤه. المجلس ده فيه 5 لجان فرعية للمحور المجتمعي، وهي لجان التعليم والصحة والقضية السكانية وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي والثقافة والهوية الوطنية. مجلس الأمناء في البيان كمان أعلن أنه مستمر في الانعقاد لاستكمال تحديد قضايا المحور الاقتصادي، والجلسة اللي جاية اللي هيكون فيها هذا التحديد هتكون يوم الأربعاء الجاي. المحور الاقتصادي من أهم المحاور اللي ناس معلقة عليها أمال كبيرة جدا، لكن هل يا ترى المناقشات اللي هتتم في لجنة الحوار الوطني حوالين المحور الاقتصادي هتتمخض عن الأشياء المرغوبة في هذه الفترة تحديدا ولا لا؟ ده سؤال طرحه الناس، والسؤال ده برضو كان ليه مكان في مقال مهم جدا جدا النهاردة اتنشر في جريدة المصري اليوم بقلم الدكتور زياد بهاء الدين. الدكتور زياد بهاء الدين عنوان مقاله بتساؤل، بيقول لدينا حوار اقتصادي حقيقي ولكن هل يأتي بفائدة؟ بيقول فيه ببساطة واختصار إن في الوقت اللي بيتم فيه حوار سياسي، في يعني عارفين لجنة الحوار السياسي، إلا إن في حوار اقتصادي موازي بيتم بقاله أكتر من شهر حوالين الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحديات الحياة اليومية اللي بيعيشها المواطن وبيواجهها الناس، حوار على أعلى مستوى سواء على صفحات الجرايد من خلال أقلام متخصصة وخبراء عندهم رغبة فعلية في إن هم يساعدوا البلد في الوقت ده ويطرحوا كل الأفكار علشان يكون في مقومات لاقتصاد قوي تستحق مصر، على صفحات الجرايد فيه وفي البرامج التلفزيونية من خلال محاورين أقوياء زي ما قال وضيوف بيطرحوا كل الحلول، مناقشات على أعلى مستوى في ملفات اقتصادية مختلفة، حتى قضية الدين العام كمان كانت مطروحة وإزاي الحلول اللي موجودة وبتطرح من خلال خبراء لازم يكون ليها أذن تسمع وتعي وتقرر كمان ويكون في استجابة حكومية. شكل الاستجابة الحكومية اللي طالب بيها النهاردة في هذا المقال مش أي استجابة حكومية، هو بيطلبها خاصة جدا، وطرح كمان على سبيل المثال أهم محورين لنجاح أي اقتصاد في العالم وخصوصا الاقتصاد المصري دلوقتي، سواء كان الاستثمار وازاي ممكن نرفع الاستثمار الى المستويات المرغوبه او حتى من خلال تنميه وتقويه الصناعه الوطنيه. الدكتور زياد قال كلام فعلا مهم جدا، بس احنا حابين نعرف منه اكتر عن الاشياء التي كان يقصدها بين السطور. ليه؟ عشان نستفيد. اذا كان خبراء مصر واساتذتها بيتكلموا وبيكتبوا فلازم نسمع. خلينا نسمع لواحد منهم صاحب هذا المقال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق. أهلا بحضرتك معانا يا دكتور زياد. أهلا بحضرتك وأشكرك على الاستضافة. أهلا بحضرتك، إحنا اللي بنشكرك على هذا المقال المهم اللي طرحت فيه وجهات نظر محتاجين نسمعها جدا. حضرتك قلت إن الحوار الموجود المثمر على في الإعلام سواء كان صحافة أو تلفزيون أو حتى بين الخبراء مهم جدا، لكن الأهم هو التفاعل والاستجابة الحكومية، وقلت إن ليها شكل معين من وجهة نظرك، ممكن حضرتك توضحها لنا يا دكتور؟ آه بالتأكيد. وحضرتك قلتي في المقدمة إنك عايزيني أقول ما بين السطور. الحقيقة ما كانش في حاجة بين السطور، يعني اللي كان في بالي هو اللي أنا قلته تحديدا، لكن خليني اوضحه برضو من شرح، يعني خلينا نقول يعني المعلومات كانت واضحه لكن الشرح هو اللي محتاجين نسمعه للناس اللي ما قريتش المقال وندعو الناس انها تقراه. اتفضل. صحيح. انا كان بدايه فكرتي انه للامانه يعني هناك بالفعل مستوى من الانفتاح في المناقشات الاقتصاديه الجاريه في البلد جيد جدا وما وغير مسبوق في الفتره الاخيره وبقاله اكثر من 3 4 شهور، ودي حاجه مهمه جدا. أنا بتكلم على معلقين مستقلين اتكلموا في التلفزيون، بيكتبوا مقالات مهمة، بيتكلموا في ندوات،
يعني انا يمكن ما ذكرتش اسماء في المقاره، لكن هقول اسماء على سبيل المثال ولقيت الحصر يعني. يعني الوزير السابق منير عبد النور، الاستاذ هاني توفيق في ندوه مهمه، الدكتور احمد جلال والدكتور جوده عبد الخالق. يعني في اسماء مهمه مستقله ومعروفه بحياديتها ووطنيتها، اصبحت جزء من حوار اقتصادي مهم جدا جاري. صحيح. وانا دي حاجه بقول انها علامه طيبه جدا ان يكون في هذا الانفتاح في الحوار الاقتصادي اللي حاصل على الصفحات الجرائد وفي التلفزيونات. لكن انا اللي بقوله انه هذا الحوار برغم انه صحي وجيد ومفيد للبلد جدا، مش مفروض يستمر مجرد حوار ما بين خبراء بيكلموا بعض او حتى بيكلموا الجمهور، لكن لازم يتبني عليه، لازم الناس تشعر ان الحكومه بتتلقف هذه المساهمات وهذه الانتقادات ايضا وبتتفاعل معها. التفاعل ده ممكن يكون بان الحكومه تقول والله كلام الفلان اللي قاله مش مظبوط واحنا ردينا عليه كذا وكذا، ده نوع من التفاعل. صحيح. يعني مش بالضروره ان كل شيء يكون محل قبول من الحكومه. ممكن تقول البيانات اللي انتوا بتقولوها او معلوماتكم غير صحيحه وادي صحه الموضوع وتصحح لنا اللي احنا بنقوله. وربما تتفق مع بعض ما يطرح من الاراء المختلفه القيمه اللي اتقالت على الساحه في الثلاث او اربع شهور اللي فاتت. فانا دعوتي هنا الى انه هذا الحوار الصحي لا يجب ان يستمر وينتهي عند مجرد كلام ما بين الناس، لازم يتبني عليه ولازم يؤخذ بجديه ولازم الحكومه تتفاعل معاه، ويبقى واضح قدام الراي العام ان في فعلا رغبه للاستماع والانصات وربما الاستفاده من بعض ما يطرحه هؤلاء الخبراء. وده هو شكل التفاعل اللي حضرتك والاستجابة اللي حضرتك ترغبها من الحكومة زي ما حضرتك وضحتها. هقول لحضرتك ليه كمان، لأنه الرأي العام محتاج يشعر إن ده مش مجرد نوع من التنفيس عن القلق أو إنه تفريغ الطاقة اللي موجودة تفريغ والقلق. الطاقة لا، لازم يكون في شعور بإنه هذا الكلام سواء صح أو غلط لكن جدير بالمناقشة وجدير بالتفاعل معاه، وربما زي ما قلت يكون في بعض الافكار الحكومه تقدر تستفيد منها. وانا خدت ده تحديدا في مثال حضرتك ذكرتيه، وحبيت اتكلم عن الموضوع اللي انا يعني يشغلني اكثر من غيره، وهو ما يسمى بالاقتصاد الحقيقي وليس الاقتصاد النقدي او المالي. ورايي انه تحديدا موضوع الاستثمار وتشجيع الاستثمار الخاص وتشجيع الصناعه المصريه اللي هي الامل الحقيقي على المدى الطويل هو في الصناعة الشيء الوحيد اللي قادر على ان احنا فعلا نزود في طاقتنا الانتاجية ونزود في التصدير ونزود في العملة الصعبة اللي بتجيلنا ونزود في تشغيل الناس. موضوع الاستثمار والتصنيع كان اقتراحي تحديدا انه الحكومة تتبنى نوع من الحوار السريع مع الاراء والخبرات المختلفة المطروحة للخروج باجندة اصلاح عاجلة جدا محتاجينها في ظل الازمة المالية الأزمة العالمية الحالية. حضرتك قلت عليهم كمان هم عصب الاقتصاد في أي مكان، وهي ليست حلول سريعة للأزمات زي باقي الأشياء اللي ممكن قرارات يتم اتخاذها، ولكنها حلول على المدى البعيد لصنع اقتصاد قوي. ده شيء عظيم. طب حضرتك شايف يعني تفاعل الحكومة ساعتها وقت ما هيكون في لجنة زي ما حضرتك بتقول موازية أو يتم فيها الاستماع وأخذ القرار وفي النهاية من بعد الاستماع لوجهات النظر، ممكن تكون مفيدة بدرجة قد إيه في المرحلة الحالية؟ ويمكن تطبيقها بشكل يعني واقعي حاليا في ظل المعطيات الحالية من وجهة نظرك؟ لا، أنا شايف إن الموضوع ملح جدا، لأن جزء برضو من القلق السائد ما بين القطاع الخاص وما بين المنتجين والمصنعين، وهنا لما بقول قطاع خاص أنا بتكلم على ناس يعني مصانع وشركات كبيرة، وأيضا على ناس صغيرين وبيكافحوا للإبقاء على صناعات صغيرة يعني على قيد الحياة ومنتجة، فده هو عصب الاقتصاد المصري وده المستقبل. فأنا اللي بقوله أنه يعني امتداد الحوار وأخذه بجدية وان الحكومه تاخذ بجديه ما يطرح على الساحه امر ضروري جدا، لان الناس لازم اصواتها توصل ولازم تشعر انه رؤيه العاملين والمنتجين والناس اللي فعلا واخده مخاطره في السوق لازم ارائها يشعر ان بيها صدى عند الجهات الحكوميه. فانا تحديدا كان اقتراحي انه في مجال الاستثمار والصناعه، وقلت تحديدا اكتر انه يا ريت لو هيئه الاستثمار وهي الهيئه المعنيه بشؤون الاستثمار وعندها كفاءات وخبرات وإدارة يعني رفيعة المستوى، واتحاد الصناعات المصري
اتحاد الصناعات المصريه ده من اهم المنظمات اللي موجوده في مصر، اللي بتعبر بشكل مستقل تماما وواقعي. عن اراء المصنعين اللي صحيح. هم في الاخر يهمنا ان احنا نريحهم النهارده ونساعدهم باي طريقه. طيب اسمح لنا يا دكتور، حضرتك كمان قلت ان رغم ان في جزء خاص بالحوار الاقتصادي داخل الحوار السياسي اللي حاليا بيتم يعني البحث فيه والحديث عنه، الا ان حضرتك قلت ان يعني الهدف من هذا الحوار الموازي هيكون مختلف تماما عن المخرجات اللي ممكن تخرج من الحوار الوطني بقسمه او بشقه الاقتصادي. ما اخبيش على حضرتك، انا كان فهمي للحوار الوطني انه في الاساس حوار سياسي، واظن ده الاسلوب اللي الناس فهمت بيه دعوه السيد رئيس الجمهوريه في رمضان الماضي بدعوه الى الحوار الوطني، اللي اتفهم انه او انا على الاقل كان فهمي ان المقصود بيه اساسا هو حوار عن الانفتاح السياسي الضروري والمطلوب في البلد. انا طبعا شايف انه بيتفرع عنه حسب المنشور اعلاميا يعني زي ما تقولي مسار اقتصادي ومسار اجتماعي، مفيش مانع، لكن انا اخشى ان ده يكون حاجات ممكن تتطرق الى يعني مناقشات طويله المدى وعلى حاجات ربما في المستقبل البعيد. اللي انا بتكلم عليه هو حوار وطني ما بين الحكومه والقطاع الخاص والخبراء المختلفين، عاجل جدا ولازم يتم بسرعه، ومش بالضروره يتم في الاليات يعني خلينا نقول واللجان اللي هتستغرق وقت طويل في مجال الحوار الوطني اللي انا كنت متصور انه المفروض يكون معني في الاساس بالجانب السياسي. لكن اخشى ان يكون ده مسار للحوار طويل المدى بطيء الى حد كبير ونظري واكاديمي، وشايف انه في حاجه ملحه جدا للجلوس مع الخبراء اللي انا ذكرت اسمائهم وغيرهم ومع القطاع الخاص للخروج بحلول عملية سريعة يستفيد منها القطاع الخاص فعلا وليس الكلام بشكل نظري مستقبلا. صحيح، لأن القطاع الاقتصادي يعني الثانية فيه بتفرق كتير جدا، فما بالك بقى في كل هذه الأحداث اللي بيعيشها العالم واللي طبعاً بتعيشها مصر. في ظروف عالمية. صحيح. يعني الواحد ناس أحيانا بمرور الوقت يتهيأ لها أن ده وضع طبيعي، إحنا ما زلنا في وضع خطير جدا، دعونا لا يعني ننكر هذا الأمر أو نتجاهله، وما زالت الحرب دائرة في أوكرانيا، ما زالت الأزمة العالمية طاحنة، ما زالت البلاد الأوروبية والأمريكية بتعاني من تضخم عالي جدا، فإحنا في وضع ما زال خطير. فأنا كل بقوله إنه الحوار الوطني يبدو لي من إيقاعه أنه حوار هيبقى ممتد وطويل وبيتكلم على أشياء بعيدة شوية. أتمنى إن ده يكون إجراء عاجل ويتم طرح أفكار عملية قابلة للتنفيذ فعلا بالاستعانة والإنصات إلى القطاع الخاص. نقاط حضرتك حرصت ان انت تضمنها في هذا المقال في منتهى الاهميه يا دكتور، يعني مع كل هذه الخبرات السياسيه والاقتصاديه وقلمك الوطني جدا، احنا بنشكرك جدا على كل التوضيحات والشرح اللي قدمته لنا لكل اللي جه في المقال. الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق، شكرا جزيلا.